بسم الله الرحمن الرحيم. على شمال يا عصام النور. فين؟ هنا. أوه خلاص. طارق، طارق، لقيته؟ مين اللي فوق؟ مين اللي هنا؟ انت مين يا اخوي؟ وايه اللي جابك هنا يا اخوي؟ انا مهرة يا ميمي. مهرة؟ حبيبتي 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 يا مهرة. تعالي تعالي يا اختي، ليكي وحشة يا مهرة، ليكي وحشة يا اختي، اخصى عليكي يا وحشة. طب كده تنسي حبايبك، تنسي اخواتك واصحابك. طب يا اختي بعتي مسج على بتاع الفيسبوك، ولا بعتيني بتاع فيديو على التيك توك. معلش يا ميمي. ميمي انت شفت طارق؟ يا اختي ليكي وحشة، والله العظيم ليكي وحشة قوي 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 يا بابا. الله اكبر. تعالي يا اختي، تعالي يا اختي في حضن خالتك يا حبيبتي. اسم الله. ازيك ازيك يا بنت، عامله ايه؟ كبرتي يا اختي وحلوتي وبقيتي حلوه. هي الغربه بتعمل كده؟ هو البعد بيعمل كده؟ مين دي يا مهر؟ صديقة مقربة ومش بحب اتباس، ويا ريت يعني نلتزم بالموقف المنيل اللي احنا فيه ده. يا اختي براحتك. شفتي؟ وحياة غلاوتك عندي، وانت عارفة غلاوتك ومقامك عندي قد ايه؟ ما شفتوش، هشوفه فين طريق يا اختي؟ هشوفه فين؟ طب يا ست مهرة، أنا هنزل أبرم عليه تاني، على الله ألاقيه. ان شاء الله يا رب تلاقيه. وانا يا اختي سايبه الطبيخ على النار، بس هطلع لك تاني. نورتي 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 يا مهره، نورتي نورتي. سلام عليكم. حبيبتي حبيبتي. سلام عليكم. لقيته؟ طارق اختك في شقتها يا معدول. بقول لك ايه، اختك بقت واصله، وجوزها يا اخويا واصل قوي قوي قوي. لم كلاكيشك دي بقى واتطرق من هنا. طب لم الدنيا شويه يا ميمي، فكك مني. يعني اعمل ايه، انزل اشوفها تاني؟ لا، فكك من مهرة يا ميمي وروح شقتك. تحت البيت يا نوسة، انزل. عايزاك تقولي لجابر على اللي عمله شلب، ياخد لنا حقنا منه. بقولك يا عظيمة، ما تدخليش جابر في أي مشاكل تخصنا. اركب يا نوسة، أنا عرفت شلب عمل ايه. هو جابر اللي هيجيب لنا حقنا، مفيش غيره. هات لنا حقنا من شلب. معلش يا عظيم، لما نرجع أنا ونوسة نبقى نشوف موضوع شلب ده. انت هتخطفها ولا ايه؟ اطلع نامي، اطلع نامي عظيمة. روحي بقى. Thank you.